بقلوب يعتصرها الألم، المؤمنون يحيون ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام في الكاظمية المقدسة. انشقاق من تقدم وإعلان كتلة مبادرة لتسريع انتخاب رئيس البرلمان، ونواب بعد عطلة العيد يتم الانتخاب. أمين بغداد يعلن قرب إطلاق مشروع تحوي الأرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية، والجهد الخدمي يفتتح مشاريع جديدة. بحوزتها أكثر من مليون حبة مخدرة بأربع محافظات، القوات الأمنية تعلن تفكيك شبكة للإتجار بالمخدرات. أكلت الكاب تسمى سطح الدار من يما يشوف تجوي الشمس بالصباح، بس الطير بجناحه يضرب جبره بجراحه ويطوفه يطوفه. ضامي مثل جد ويا من أخوه ظل الولي عظم الله أجوركم مشاهدينا الكرام بذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، وأهلا بكم إلى تفاصيل المرصد. انطلقت الحشود الموالية الزاحفة نحو مرقد تاسع أئمة الهدى الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام في تشييع رمزي مهيب لنعشه في ذكرى استشهاده في الآخرة من ذي القعدة. وشارك في إحياء هذه المراسم العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية وخدمت الإمام الجواد عليهما السلام، حيث انطلقت مسيرة التشييع من تقاطع شارع الإمام زين العابدين قرب معمل الغزل والنسيج الصوفي متجهة صوب الصحن الكاظمي الشريف، حيث جدد الموالون فيها العهد لإمامهم شباب الأئمة عليه السلام في المضي والسير على نهجه القويم واستلام الدروس والعبر من فكرة سيرته الجهادية الشريفة. منارات بشغف نتحاجر نتباجر، حزن مدر من الفرح نتباجر شباجر، أبو يحضننا بعطف شباجر بشوق بشوق بشوق. يا جمرتي الموجرة يا أمير المغفرة يا جواز الآخرة يا ذخري قاموسي بخدمتي دكتوري العلتي واستاذي بغيرتي يا عمري يا جمرة موجرة يا أمير المغفرة يا جواز. إلى ذلك قامت العتبة العسكرية المقدسة تشيعا رمزيا لنعش تاسع أئمة الهدى الإمام محمد الجواد عليه السلام، وانطلقت المسيرة من ساحة السيدة نرجس عليها السلام إلى المرقد المقدس، حيث أقيم مجلس العزاء المركزي على الإمام الجواد عليه السلام بمشاركة إدارة وخدام العتبة العسكرية المقدسة والزائرين. ارتدي ثياب المناحة والجزع اتخذ راحة ولا تهين، وخل تكيس ركسرته حتى توحظى بنظرته وندبتي بيها حظى سيدي يا ابني الرضا.
هذا وشهدت مدينة الكاظمية المقدسة توافد الزائرين من مختلف المحافظات الذين أحيوا ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية مكثفة، حيث شهدت المدينة توافد الزائرين الذين أحيوا هذه الذكرى الأليمة، فيما نصبت المواكب الحسينية سرادقاتها على طول الطرقات المؤدية إلى مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في ظل تضافر الجهود والتنسيق العالي وتعزيز التعاون لأجل الحفاظ على الأمن والنظام وسلامة جميع الزائرين. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه اليوم العظيم زيارة استشهاد سيدي ومولاي محمد جواد عليه السلام، وهذه الزيارة المليونية زيارة كبرى، وإن شاء الله العودة لجميع الزوار. وهذه اليوم يوم عظيم، يوم أليم على كافة أمة محمد جميعا وعلى شيعة الإمام علي عليه السلام. وهذه الزيارة زيارة جبارة وكبيرة، ملايين وافدين من جميع المحافظات اليوم يزورون سيدي ومولاي محمد جواد عليه السلام باستشهاده بهذا اليوم العظيم. عظم الله لكم الأجر باستشهاد شباب الأمة الإمام التاسع الإمام محمد جواد عليه السلام. يعني هو الحديث عنه للبيت، لأن البيت أصحاب رسالة جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء رحمة للبشرية. وقصة الإمام الجواد عليه السلام يعني أنا دخلت أكثر من مبحث عليها، أنه يعتبر الإمام أكثر بركة بمواليد الإسلام في زمن الإمام الرضا عليه السلام، لأن حصلت اضطرابات هنا وقلق من قبل الشيعة، لأن تعرفك فرق منحرفة، والعباسيين كانوا يتصيدون بالماء العكر، يعتبرون الإمام الرضا هو نهاية أئمة أهل البيت الاثنى عشرية. وعندما ولد الإمام الجواد عليه السلام أسكتت كل الألسن، وكان النصر للمذهب أهل البيت عليهم السلام. هاي الزيارة أشوف زيارة، والخدام وأهل البيت، ترى كل إنسان تعلق بأهل البيت يجي، والله أنا لهاجي خادمهم، الله يجعل الطالب بركاته. حياك الله زاهر، أكيد إحنا هم شفاعتنا، هم أكيد هم من شفاعتنا، هم معجزة والله العظيم، ولو زول لك معجزاته. الزائرون الذين أحيوا ذكرى شهادة تاسع أئمة الهدى الإمام محمد الجواد عليه السلام في الكاظمية المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية أشادوا بتغطية الفرات لمراسم الذكرى الأليمة ومواكبتها لمناسبات أهل البيت عليهم السلام. نحيي ذكرى استشهاد تاسع الأئمة الأطهار الإمام الجواد باب المراد، وموكبنا جاي نخدم باب المراد، ونشكر أهالي الكاظمية على استقبالهم لنا، وهاي كل سنة وعام يعني تعاون بيناتنا. فإحنا نقدم رسالة شكر لقناة الفرات اللي سباقة لإحياء ذكر محمد والي محمد على طول السنة بأيام الجهاد. أنتم أول قناة تصورون الجهاد والانتصارات للتشيع، فنسأل الله يوفقكم إن شاء الله ويحفظ كل مشاهدينكم. والسنة الزيارة يعني ما تتوصف، يعني السنة الزيارة يعني اللهم صل على محمد كالأربعينية. ونشكر قناة المرجعية الفرات، هاي القناة السباقة للخير وأعمال الخير، نسأل الله يوفقكم، لأن هاي القناة دوم تبث الوحدة بالعراق، يعني النصر للعراق، الامان للعراق. وانا وياكم من علي من ناصيه من قضاء رفاعي، صار ثلاث ايام اخدم باب المراد، وندعي اللهم يوفق كل مشاهدين قناه الفرات. طيب وكانت العتبه الكاظميه المقدسه قالت ان جميع الجهود مستنفره لزياره ذكرى شهاده الامام الجواد عليه السلام. وقال عضو مجلس إدارة العتبة الكاظمية المقدسة جلال النجار إنه تم الاستعداد لهذه الزيارة المليونية مبكرا، إذ إن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. وأضاف إن العتبة متواصلة مع جميع المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية والبلدية، حيث ساهمت هذه الجهود بإزالة أنقاض من الطرق وتوفير المياه، فضلا عن جهود وزارة الكهرباء في توفير الطاقة. لخادم الحسين وخادم الجواد علي عويز الشويلي. صغيرا لم يبلغ الحلم، لكنه كان بليغا بالعلوم المعرفية والدينية والحياتية، وبالغا في النصح للأمة منذ يوم توليه الإمامة،
فصاحته وعلمه كشف غيظ أعدائه الذين دسوا له السم، فخسر الدين عمودا من أعمدة الهداية. الإمام محمد بن علي الجواد تاسع أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام، ولد في المدينة المنورة في العاشر من شهر رجب الأصب عام 195 هجرية، واستمرت مدة إمامته 17 عاما، حيث تقلد الإمامة وهو في التاسع من عمره الشريف بعد أبيه الإمام علي بن موسى الرضا، وتحمل أعباء الأمة وهو صغيرا كونه كان حاذقا عالما بالمسائل الدينية والشرعية والحياتية، فكان أمره يثير استغراب الحاكمين والولاة لشدة بلاغته وفصاحته، حيث يشير المؤرخون أن الإمام الجواد أجاب بفترة حياته القصيرة على أكثر من 30,000 رسالة في الفقه وبقية الأمور الحياتية، مما أغاظ المتصدين للحكم آنذاك، سيما بعد حادثة المناظرة الشهيرة بينه وبين قاضي قضاة المسلمين في حينها يحيى ابن أكثم، الذي ألجم بإجابات الإمام الواقعية والشافية والمستندة على دلائل علمية وواقعية. الحديث عن الإمام الشاب لا يمكن أن تسعه كلمات، ف17 عاما من الإمامة والأمة تعيش حالات من الانقسام فيها من الأحداث الشيء الكثير. استشهد الإمام الجواد بعد أن دس له السم على يد زوجته أم الفضل بتحريض من الحاكم العباسي المعتصم في 29 من ذي القعدة عام 220 هجرية، ودفن بمقابر قريش المسمات مدينة الكاظمية ببغداد. سلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. اختتمت أعمال مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي الثامن والذي نظمته العتبة العباسية المقدسة بحضور نخب دينية وأكاديمية. المهرجان سلط الضوء على فتوى الدفاع المقدس وتلبية نداء المرجعية الدينية في الوقوف بوجه الإرهاب وتحرير الأرض. محمد تميمي. المرجعية الدينية حصن الأمة الإسلامية شعار حمله مهرجان فتوى الدفاع المقدسة بنسخته الثامنة الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة على قاعة الإمام الحسن عليه السلام. وتضمن المهرجان إزاحة الستار عن النسخة الأخيرة من موسوعة فتوى الدفاع الكفائي وعرض فيلم وثائقي خاص بالفتوى المقدسة. قاعة الأمام العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلتين بقسم الشؤون الفكرية والثقافية ومؤسسة الوافي للتوثيق بعقد مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي الثامن. إن شاء الله سنشهد مجموعة من الفعاليات فضلا عن كلمة الأمام العامة للعتبة العباسية المقدسة وإلقاء قصائد من الشعر العمودي و إزاحة الستار عن موسوعة فتوى الدفاع المقدسة بنسختها المحدثة اللي بلغت 80 جزء. بمشاركتنا وبوجودنا اليوم هنا وخصوصا بعد أن أعلن عن موسوعة كبيرة تحتوي على كل بطولات ومعارك وتضحيات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وشهدائنا وهوية العراق، هذا الحقيقة يعتبر وثيقة دامغة للأجيال القادمة، وثيقة مهمة لكل من ليس لديه تصور عن ما مر به العراق في فترة حرجة. وجاء المؤتمر أحياء للذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر وتوثيق جرائم التطرف والإبادة وإقامة جلسة بحثية خاصة تتناول آثار المجزرة على المجتمع العراقي والجهود المبذولة لتوثيق تلك الجريمة بالتعاون مع مؤسسات دولية وأقليمية. وهذه الموسوعة حقيقة مصدر تاريخي لهذه الملحمة العراقية ضد زمر داعش، وما تتميز به هذه الموسوعة أنها كانت مفتوحة للتحديث، وهذا جدا مهم، وحرصت أن توثق كل جهود المؤسسات الأمنية والشعبية في هذه الملحمة. وإحنا لاحظنا جزء كبير من الحشد الشعبي وثق بهذه الموسوعة المحدثة كما كان موثقا سابقا كذلك بعض المؤسسات مديريات في وزارة الدفاع. أيضا الحشد الشعبي كان الظهير القوي للأجهزة الأمنية في تحرير المدن، وحقا أنه أعاد الروح المعنوية لبعض المؤسسات الأمنية منتسبي المؤسسات الأمنية التي أصابها الوهن أثناء
احتلال تنظيمات داعش لبعض المناطق وخصوصا في الموصل وفي صلاح الدين. وجدير بالذكر ان هذا المهرجان جاء تكريما لمجموعة من ذوي الشهداء وأهمية إحياء الذكرى الأليمة والعمل من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الإبادات الجماعية في المستقبل. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات. أكد نائب عن الإطار التنسيقي استمرار المشاورات السياسية بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وقال باقر الساعدي إنه على الرغم من بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب إلا أن المباحثات السياسية مستمرة بشأن تحديد مرشح رئيس مجلس النواب من خلال اجتماعات الأطراف السياسية المستمرة. وأضاف أن هنالك توقع أن يتم حسم الأمر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، يشار إلى أن مجلس النواب أخفق أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس مع استمرار حالة الانقسام بين القوى والكتل السنية في الاتفاق على مرشح واحد، لا سيما بعد أن انحصرت المنافسة بين المرشحين النائب سالم العساوي ورئيس البرلمان الأسبق النائب محمود المشهداني. أعلن 11 نائبا في البرلمان العراقي وعضوا في مجلس المحافظات انشقاقهم عن كتلة حزب التقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة المبادرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي. أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين. وعزى النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب أقدامهم على هذه الخطوة إلى حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية. نحن أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من الذين أقسموا مخلصين على تمثيل مصالح الشعب وحماية البلاد وصيانة الدستور، حيث اتخذنا مبدأ الشراكة في صناعة القرار منهجا رئيسيا لنيل حقوق أهلنا ومحافظاتنا الكريمة، إلا أن حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي، حيث تقوم كتلتنا على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من الجميع من جميع الفرقاء، ونطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا الكرام بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على أثرها تشكلت الحكومة. تتقادم الأيام وما زال الانقسام يشق صفوفا داخل البيت السني الذي ما زال مختلفا حول ترشيح شخصية معينة لرئاسة البرلمان، في الوقت الذي انطلقت فيه الدعوات لحسم الخلاف أولا والتوجه لتوحيد الرؤى في التوافق على شخصية مرضية من جميع الأطراف. أحمد الزيدي. استثمار العطلة التشريعية لتكثيف الحراك السياسي وترطيب الأجواء للوصول إلى تفاهمات تودي إلى الاتفاق على مرشح واحد تتفق عليه الكتل السياسية لتولي منصب رئيس البرلمان خلفا للحلبوسي، هو ما دعا إليه مراقبون الكتل السنية لحفظ حق المكون وتفعيل البيت التشريعي، فبقاء مجلس النواب من دون رئيس سيعطل أدواره الحقيقية بتشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي. انقسام هو سني سني، بالتالي الكرة هي لازالت بملعب الكتل النيابية السنية. اليوم الإطار الشيعي هو ينتظر حقيقة إشارات واضحة بالاتفاق على شخصية توافقية مقبولة من قبل الجميع هي تخدم المرحلة القادمة. الشارع العراقي أصبح حقيقة يترقب وبشكل ذكي وواعي مجريات العملية السياسية سواء كان من داخل البرلمان أو حتى من السلطة التنفيذية، لذلك اليوم على
الكتل السنية يعني حقيقة أن تمضي باتجاه يعني شخصية حقيقة غير جدلية. الاتفاق على شخصية غير جدلية والدخول بمرشح واحد في جلسة اختيار الرئيس سيسهل من مهمة الكتل السياسية داخل البرلمان، فعدم الاتفاق والتمسك بالمواقف من قبل الكتل السنية سوف لن يحسم قضية اختيار الرئيس وبالتالي بقاء المنصب شاغرا. تعطل اختيار رئيس البرلمان هذا يضر بالصورة الديمقراطية للنظام الديمقراطي العراقي، خصوصا أن هناك أيضا دول تراقب وتتابع ما يحصل في العراق وتعتبر أن خلو منصب رئاسة البرلمان يؤدي إلى خلل في المهام البرلمانية. وينتظر من القوى السنية أن تضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة لإعادة الروح إلى المؤسسة التشريعية التي ينتظر منها الكثير على صعيد تشريع القوانين المهمة كقانون النفط والغاز والقوانين التي تدعم الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار الرقابية للمجلس. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم قرب أطلاق مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية. وقالت المديرية العامة للعلاقات والإعلام بأمانة بغداد في بيان إن أمانة بغداد سترسي تقريبا والقريبا الحجر الأساس لمشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة. ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العراق، إذ تبلغ مساحته نحو 5000 دونم. وكان مدير اعلام وعلاقات أمانة بغداد محمد الربيعي قد اكد في مرصد سابق اكتمال تصاميم مشروع الغابات في معسكر الرشيد واطلاق مشروع مدينة الصدر الثالثة الجديدة. الرؤية اكتملت، الرؤية اكتملت، التصميم جاهز، اكتمل التصميم بديع جدا من قبل الشركة المستثمرة، هذا ليس مبالغ من الحكومة العراقية بل هذه هي مبالغ لمستثمر حالتها الحكومة العراقية مع أمانة بغداد لإكمال التنفيذ. سوف نكمل الآن الموديل ونعرضه إعلاميا كيف سيصبح الرشيد بعد سنة، كيف سيصبح معسكر الرشيد بعد سنة وتسمى بغابات بغداد. وسنطلق مشروعنا اللي صرحنا عنه قريبا، هو مشروع صدر ثلاثة أو صدر الجديدة، مدينة صدر الجديدة. افتتح فريق الجهد الخدمي أعماله الجديدة في منطقة حي الرباب وحي البتول ضمن مناطق حي العمال، والذي عاش عقودا من الإهمال والحرمان من الخدمات الرئيسة. فيما كشف فريق الجهد الخدمي عن افتتاح أكثر من 20 منطقة خلال الأسبوعين المقبلين. هناك أكثر من 20 منطقة سيتم افتتاحها خلال أسبوعان. المناطق موزعة على جانبي الرصافة والكرخ. هناك 6 مناطق في قاطع بوبو الشام انجزت قبل أسبوع، هي تكون ضمن جدول الافتتاحات المستقبلية. أيضا لدينا أعمال مستمرة في منطقة 7 قصور. هناك تبليط يوم غد سيكون الطبقة النهائية لأعمال الإكساء في شارع أبو علي بعد أن انجزنا الشارع الرئيسي شارع أبو أحمد وتم افتتاحه قبل أسبوعان. أيضا لدينا أعمال تبليط في منطقة حي طارق ضمن قاطع بلدية الصدر الأولى. هذا المشروع هو إحدى هذه المشاريع التي أنجزت في فترة قياسية إن شاء الله. كانت هذه المنطقة تعاني من نقص حاد في موضوع الخدمات وخصوصا خدمات البنى التحتية. لا يعني الميزة بأعمال الجهد الخدمي أنها تقدم خدمات للمناطق البعيدة المحرومة التي لا تستطيع الخدمات البلدية الوصول إليها. اليوم تم إنجاز الأعمال ضمن منطقة الرباب ومنطقة الصعيد، أيضا هناك أعمال افتتاح لعدة مناطق أخرى بالأيام بعد القليلة القادمة إن شاء الله، اللي هي منطقة القطاع 5 ومنطقة الصعيد وأيضا منطقة المعسكر، وتم إدراج ما يقارب 12 منطقة أو
او قطاع اخر سيتم الشروع بها بعد بدايه شهر تموز ان شاء الله. أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي عن حزمة مشاريع في قطاعات مختلفة ضمن موازنة العام الحالي، فيما أكد أن تخصيصات المحافظة في الموازنة كانت جيدة. وقال العلوي أن التخصيصات المالية لمحافظة بغداد ضمن موازنة العام الحالي جيدة، وموضحا أن الحكومة واللجنة المالية النيابية لديهما فهم ومعرفة في الاحتياجات الحقيقية والموارد المطلوبة في بغداد. وأشار إلى أن المحافظة لديها عدة مشاريع مهمة، منها مشاريع في قطاع الماء وبناء المدارس والطرق، وكذلك إنشاء جسور للمشاة سوف تنفذ في جميع مناطق بغداد، وتبليط الطرق الرئيسة، ومشاريع استراتيجية للمجاري عند المداخل الأربعة للعاصمة، إضافة إلى المستشفيات المكتملة تقريبا والتي سوف تفتتح قريبا، والمراكز الصحية، ومشاريع استراتيجية للماء. من أجل إنهاء مشكلة الخدمات، أعلنت محافظة المثنى انطلاق أكثر من 244 مشروعا خدميا واستراتيجيا في مختلف القطاعات، وسط إشادات بإنهاء الملف الخدمي المتلكئ لعقود. التفاصيل في التقرير الآتي. أكثر من 244 مشروعا توزعت ما بين قطاعات البنى التحتية والصحة والتربية. أعلنت حكومة المثنى المحلية عن مباشرتها بتنفيذ هذه المشاريع في مختلف مناطق المحافظة ب 244 مشروع بقيمة 700 مليار، ما يصل إلى 700 مليار فيما تبقى من موازنة 2023، وكذلك في جدولها والمشاريع المستمرة. هذه المشاريع إن شاء الله ستكون معالم مهمة، أبرز ما في هذه المشاريع أنها ستكون معنية بخدمة البنى التحتية. مشاريع الصرف الصحي في 5 أقضية مهمة، قضاء الوركاء والنجمي والسوير والهلال والمجد، وأيضا هناك يعني المداخل محافظة المثنى، المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي بحلة جديدة الآن قيد التنفيذ، وهناك مشاريع يعني خدمية وكذلك مشاريع في قطاع الصحة. جهات حكومية معنية أكدت أن هذه المشاريع ستحقق قفزة نوعية بمستوى الخدمات في جميع مناطق المحافظة، إلى جانب المساهمة بإحداث تنمية اقتصادية وعمرانية وتوفير فرص عمل لأبناء المثنى، بالإضافة لحل أزمة الزخم المروري. هذه المشاريع سوف تحدث فد قفزة نوعية في محافظة المثنى لتطوير المحافظة، وكذلك تشغل عدد كبير من الكادر في محافظة المثنى. سوف تشهد هذه السنة سنة 24 عام متكامل للخدمات، بما يشهد إنجاز مشاريع أخرى كمشروع تأهيل المدخل الشمالي للمدينة، وكذلك مجسر الصدرين، وإن شاء الله وجود بعض المشاريع التكميلية لها ضمن ميزانية التشغيل بداية السنة. وتبلغ قيمة المشاريع الإجمالية التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها 700 مليار دينار عراقي، لتكون القيمة الأكبر للمشاريع التي تنفذ بتاريخ المحافظة، بالإضافة لإكمال مشاريع استراتيجية تعذر إنجازها لأكثر من 10 سنوات. من المثنى، محمود قاسم، الفرات. نهاية المرصد، دمتم بسلام.